فارما سألنا كيفاش بارما اليوم وين ينهزم في ميدانه أمام سامدوريا في الدور الإيطالي السيري أي الجولة 19 وين شاهدنا هدفين في الشوط الأول من جانب مايا في الدقيقة 25 كايتا في الدقيقة 34 أمام بارما اللي ما شاهدناش بارما ردة الفعل تاع بارما في هذه المباراة وين كانت مباراة لصالح سامدوريا رغم أن نقولوا بلي بارما وين حاول بالعودة في النتيجة لكن بدون جدوى وين شاهدنا كيفاش روبارتو دخل التشكيلة تاع بارما بربعة ثلاثة واحد اثنين شاهدنا كيفاش كلوديو رانيري اللي هو معروف بالخطة تاعو والهجمات المعاكسة ويلعب خطة 4-1-4-1 يعني نقولوا بلي رغم أن بارما وين حاول في الشوط الثاني وين رمى بكل ثقة ليه لكن أمام دفاع كان متكتل يعني رانيري وين عرف كيفاش يفوز بهذه الطريقة وين شاهدنا كيفاش أودريو الحارس تاع سامدوريا اللي لعب دور كبير شاهدنا كيفاش مايا المسجل هدف عمر كولي توماس أنطونيو مارتين أندريا جينستون فابيو كايتا يعني وين رغم أن دار تغييرات في الدفاع والخط وسط الميدان شاهدنا كيفاش بارما لونجي في الحراسة أندريا ريكاردو جوسيبي سيموني ألبارتو وين نقولوا جوري أندرياس كواسي من جانب بارما لكن بدون جدوى وشاهدنا كيفاش بارما وين لعب رغم ان سامدوريا في الشوط الثاني وين غلق اللعب نقولوا غلق اللعب وين عاد ولا رجع للوراء خاصة العشرين دقيقة الأخيرة وين سامدوريا لعب 5-4-1 يعني الكل رجع للوراء من أجل الحفاظ على النتيجة المكسب الهدفين اللي سجلوهم في الشوط الأول عن طريق مايا وكايتا في الـ 25 والـ 34 هذه هي الجولة 19 وين بارما 0 سامدوريا هدفين في الدور الإيطالي السيري أي صعيد.